الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا نحمل ورايات لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحملها والميثاق يشدنا إليك أبد الآباد يا رب العباد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان ولا عدوان إلا على الظالمين. نرجع لآية 124 من سورة البقرة. وإذ ابتلى، أي لابد من البلوى، أن تست أحسب الناس وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآية الثانية في سورة العنكبوت، ربكم تلعب أراها والدنيا ما يجدعك ولعب فيها، روح عن نفسك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن ضم ليربطوك بالله الميثاق الوقت اللي كنا على مستوى الذرة، أي نملة صغيرة والذرة لا توم. قال لست بغيهم، قل بلى ويكم انتم في صدق العهد ولخان العهد منهم كالنفس، وما أكثر الخيانة في أرض الكرب. هذاك علاش يوسف يقتل بعضهم، وذاك علاش ربي يبتليهم بشبه ناس لا رحمة فيهم، يجب يكون مجرد حاجب، يجب يكون مجرد جندي ومجرد جندي مجرد مش حتى الروس الكبار، الروس الكبار لكم عدو من زمان. لكن المسخرين الأخرين ذكرتم أنا ربما شدوا عذابا عند الله، لكن الأخرى عنده ما يقول أنا عندي ذكاء ولا عندي سلطان أوردت من أجدادي وكابر عن كابر. ممكن يعذر لأنه فما ما هو فعلا شبه حقيقة به، كونه عيش ومتكل على ميراث سعوا إلى امتدادي بالزمان والمكان، معنا ناس ربما أجد منه وأقدر منه في العدل وحسن سياسة الناس. على كل حال أعلى في أرض الكرب ما زال في الحرب، على قدم وساق، نقول على قدمين لا قدم وساق، والله يعيننا من شرها لأن هي فتنة من الفتن الكبرى، ولا يحق هذا النوع من الفتن إلا بمن ظلم، ونسأل الله السلامة.